مستشفى كمال عدوان أصبحت خرابة. هذا الجثمان أحد المصابين الذين كانوا داخل المستشفى. الجرافة خبطت عليه ومشى. مش قادرين نوصف المشهد. جثامين بالعشرات. الجرافات خبطت عليهم ومشت. كلهن جثامين. قمنا بدفن الشهداء طبعا في ساحة المستشفى. قاموا بنبش هذه القبور وأخذ الجثامين وتعاملوا معها بوحشية، ثم قاموا بالجرافات بجلفها، وجزء منها الآن هي موجود خلفك تحت الردم. لا نستطيع وصف المشاهد ما في داخل مستشفى كمال. هذه منطقة أخرى في مستشفى كمال. المشاهد في الداخل مرعبة. تدمير للمقار والمباني والأقسام، وتجريف للأراضي والمباني التي لم يتم تدميرها، تم إحراقها. فجأت اليوم إنه المستشفى دمار شامل، ما فيش إشي من المستشفى على عادته، ما فيش إشي على حاله، دمر المستشفى، المرضى ما بنعرفش إحنا وين ودوهم.